الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها ينزل معها دم خفيف لمدة 3 أيام، مع العلم أنها في 4 الأشهر الأخيرة قد اضطربت الدورة الشهرية عندها، فتوقعت أنها الدورة الطبيعية فتركت الصلاة، ثم شكت في أنها استحاضة، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن ذات العادة تعمل بعادتها، فإن لم يكن لها عادة فتعمل بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فتعمل بغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وعلى كل واحدة من أجزاء هذه القاعدة دليل من الشرع، لأن أحاديث الحيض تدور على 3 أحاديث، على حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش، وعلى حديث حمنة، وعلى حديث أم حبيبة، وتفاصيل هذه الأحاديث له موضع آخر. وبناء على ذلك فإننا نردك أيتها السائلة إلى عادتك المتقررة والتي تعرفينها منك كل شهر، وبما أنك تقولين إن هذه العادة في الأشهر 4 الأخيرة قد اضطربت اضطرابا لا يصح أن يعتمد عليها بعده، فإننا ننقلك إلى ما بعد العادة، وهو التمييز الصالح. والمقصود بالتمييز الصالح أي معرفة الفروق بين دمي الحيض والاستحاضة، فإن الله عز وجل قد أجرى عادته الكونية أن هناك فروقا تعرف بها النساء دم الحيض ودم الاستحاضة، لا سيما إذا كان دمها متميزا. فمما ذكروه في صفات دم الحيض أنه دم أسود أو يميل إلى السواد كثيرا، وأنه دم غير سيال بل هو ثخين، وأنه دم ذو رائحة كريهة، وأنه في أغلب النساء يكون مصحوبا بآلام في أسفل البطن وأسفل الظهر تعرفها النساء ولا يخفى عليهن. فإذا كانت تلك الأيام 3 التي رأيت فيها الدم كان ذلك هو الدم الذي يحمل هذه الصفات، فلا جرم أنه دم حيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إن دم الحيض دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر أي الدم الأحمر فتوضئي وصلي. وأما دم الاستحاضة فمن طبيعته الكونية أنه دم أحمر كدم الجروح والعروق، وأنه دم سيال، وأنه لا رائحة له، ولا يكون مصحوبا في الأعم الأغلب بآلام الحيض. فبما أن العادة قد تعطلت عندك واضطربت، فإننا نردك إلى معرفة حقيقة الحكم بالتمييز بين صفتي دم الحيض ودم الاستحاضة. فإذا كان ما رأيتيه في هذه الأيام 3 يحمل صفات دم الحيض فهو حيضك، وإذا كان لا يحمل إلا صفات دم الاستحاضة فهو استحاضة. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة قد رتبت على الحيض أحكاما، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيضك، والدم الذي يصلح أن يكون حيضا يعرف بالعادة، فإذا انتفت العادة يعرف بالتمييز. فإذا كان الدم أسود ثخين ذا رائحة كريهة فهو حيض، فتترتب عليه الأحكام. وإذا كان دم أحمر سيال لا رائحة له فهو دم استحاضة. فأنت سألتينا ونحن نرد السؤال إليك حتى تنظري في حالك وتحمل الحكم على ما تعرفينه من صفات هذا الدم الذي خرج منك. فإن تبين لك أنه دم حيض فيعتبر تركك للصيام والصلاة ترك واجب، لأن الحائض لا يجوز لها لا الصيام ولا الصلاة إجماعا. وأما إذا تبين لك بهذه الفتية أنك أخطأت وتركت الصلاة في وقت لا يجوز لك أن تتركيه فيه، فإن الواجب عليك أن تعيدي تلك الصلوات في أصح القولين، فإن الواجب عليك أن تعيدي تلك الصلوات في أصح
القولين لأنك أخرجت الواجب المؤقت بلا عذر شرعي، فالواجب عليك قضاؤها، والله أعلم.